قصيدة ابن بهيج الأندلسي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والرد على مبغضيها. ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قدر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحت تهن معاني. وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجي وجنيبه وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحب بني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في كم القرآن. والله قدرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. والله وبق من أراد تنقل قصي إذكا وسبح نفسه في شاني. إني لمحصنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني. والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان. وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني. أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه خباني. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني. وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحبان. وأبي أقام الدين بعد محمد فالنصل نصلي والسنان سناني. والفخر فخري والخلافة في أبي حسبي بهذا مفخرا وكفاني. وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان. نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان. فانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من فاني. وجف الغنى حتى تخلل بالعبا زهدا وأذعن أي ما إذعاني. وتقللت معه ملائكة السماء وأتته بشرى الله بالرضوان. وهو الذي لم يخش لومة لائم في قتل أهل البغي والعدوان. قتل الأولى منعوا الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان. سبق
الصحابة والقرابة للهدى هو شيخهم في الفضل والإحسان والله ما استبقوا لنيل فضيلة مثل استباق القيد يوم رهاني إلا وطار أبي إلى عليائها فمكانه منها أجد مكاني ويل لعبد صان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان طوبى لمن ولا جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان هم كالأصابع في اليدين تواصلا هل يستوي كف بغير بنان حصرت صدور الكافرين بوالدي وقلوبهم ملئت من الأضغان حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهم لبيت الدين كالأركان نسجت مودتهم سدا في لحمة فبناؤها من أثبت البنيان الله ألف بين ود قلوبهم ليغيظ كل منافق طعان رحماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنآن فنخولهم بين الأحبة كلفة وسبابهم سبب إلى الحرمان جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأمان وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلان من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان إني لطيبة خلقت لطيب ونساء أحمد أطيب النسوان إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم تقيم هداني والله يكرم من أراد كرامتي ويهين ربي من أراد هواني والله أسأله زيادة فضله وحمد شكرا لما أولاني يا من يلوذ بأهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان إني لصادقة المقال كريمة إي الذي ذلت له الثقلان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان.